فمكملين بفقرات صباحنا. أكيد يا فرح، قلنا ببداية اليوم أنه نحن رح نحكي عن إنجازات مهمة بالأندية وبالرياضات مختلفة، واليوم رح نتعرف أكثر على طبعا بطولة الجمهورية للكاراتيه والأندية والبيوتات الرياضية لعديد من الفئات العمرية. اليوم معنا أبطالنا من أعمار مختلفة. خلينا أول شيء نرحب بضيوفنا، طفلة جميلة نزهة وأيضا الطفل هود سلوم والطفل خالد الحموي، والكوتش معنا نورس الحموي اللي رح نحكي معه أكثر عن تفاصيل طبعا هي الدورات وأيضا نتائجها. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نبلش مع حضرتك كوتش قبل ما نفوت بالتفاصيل مع الشباب الحلوين. كوتش، عرفنا حضرتك أول شيء شو هي البطولات يلي خطها وشو عملك اليوم بالضبط مع الأطفال؟ أول شيء يسعد صباحكم. نورس الحموي، مدرب منتخب الوطني، مدرب نادي المحافظة، مدرب نادي الشرطة. بالنسبة لبطولة الجمهورية اللي عم تصير باتحاد الكاراتيه، طبعا اتحاد الكاراتيه مشكور كتير على هالبطولات اللي عم تطور اللاعبين كتير من فئات العمرية الصغيرة، عم يهتم كتير بهالفئات هاي. اتحاد الكاراتيه برئاسة الاستاذ جهاد ميا والكابتن سهيل سلمان اللي هو مسؤول المنتخبات الوطنية، مشان نرفض منتخب الوطني لحتى نحقق انجازات خارجيه بهالاعمار الصغيره، مثل الاهتمام بالفئات العمريه الصغيره. من اي عمر بتبلشوا مع الاطفال؟ هلا احنا بنبلش بناخذ الموهبه ببين معنا من عمر 7 سنين، بنلاقي الموهبه ونشتغل عليها. في اهالي بيجيبوا لنا لاعبين من عمر 4 سنين 5 سنين، بس طبعا نحن بنشوف اذا في حركه وفي استيعاب للاعب، بنروح عند الاهالي ونوعيهم بنقول لهم هذا اللاعب خرج هي اللعبه. طيب خلينا نتعرف على الاطفال، تعرفنا عليهم اكثر، شو المسابقات اللي فازوا فيها واعمارهم اذا سمحت. هلا خالد الحموي معه 5 بطولات جمهوريه، وهود سلوم شارك كذا بطوله معه، 3 جمهوريه، وهلا بهالبطوله هي جاب اول، يعني وعدنا انه رح نجيب اول اخر بطوله، قام جاب اول ووفى وعده. برافو. جميله كمان بطلتنا كمان جايبه شي 3 ذهبيات، دائما عم تشارك. طبعا العنصر الانثوي كثير حلو بهاللعبه لانه ما فيه اذى ابدا، لعبتنا ما فيها اذى. شو اعمارهم؟ خالد قد عمره؟ خالد الحموي بيلعب فئه ناقص 12، عمره 10 سنين. نحن بنبلش فئات ناقص 8 ناقص 10 ناقص 12 ناقص 14، بنطلع نحن طالعين. خالد فئه ناقص 12 شارك هي السنه، هود سلوم فئه ناقص 10، وجميله فئه ناقص 10. اهلا وسهلا، صباح الخير. كيفك خالد؟ احكي لنا شوي هيك عن ايمتى بلشت، كيف كان هي، خلينا هيك نحكي شوي عن كل شيء شاركت فيه، احكي لنا. هلا انا بلشت عمري 7 سنين، حبيت اللعبه لانه ابي كان يلعبها، وشارك بطولات اسيا وعرب وبدي اصير مثله. قد ايه لك عم تتدرب خالد؟ 4 سنين 5 سنين. كثير حلو. طيب خلينا شوي كمان خالد رح ارجع لك ونحكي بالتفصيل قد ايه يمكن ساعات تدربت فيها، مين شجعك اكثر؟ خبرني مين شجعك اكثر على هي اللعبه؟ بابا واهلي. كثير حلو. طيب خلينا كمان نحكي مع جميله شوي. جميله، يعني بنسمع كثير انه هي اللعبه لعبه الكاراتيه هي صبيانيه، هيك العالم بتقول، انت شو رايك بهذا الموضوع؟ مين قال لك انه نحن انه انت بتقدري تكوني بهالمكان الحلو وتحققي انجازات بهاللعبه؟ انا حبيتها انه بتخليني دافع عن نفسي. واهلي شجعوني والكوت شجعني، كوت سهيل وكوت خلود واهلي. وانا كنت اتدرب عند الكوتش تميم جزائري، وبعدين انتقلت عند كوتش استاذ سهيل سلمان وتدربت عنده اخذت اول. برافو. شو جابتي لنا معك ميداليات وشهادات؟ خبرينا. هلا انا لما كنت عند الكوتش تميم اخذت برونز، ولما رحت عند كوتش سهيل اخذت ذهبيه ورجعت اخذت مره ثانيه ذهبيه. برافو. شو الشهادات اللي معك كمان؟ شهادة بطل جمهورية. خلينا نحطها شوي على الكاميرا. برافو عليك. هي عن أي سنة؟ هي السنة هي. برافو.
اجا دورك يا هود، يلا بلش بقى عرفنا عن حالك اكثر، احكي لنا شو اخذت جوائز. انا بلشت من عمر 4 سنين، كنت عند الكوتش قيس، ومن الكوتش قيس رحنا على لقاء مع نادي المحافظه، وانا تنسبت على نادي المحافظه لانه كان فيني موهبه، وبعد صرت شارك بطولات، الاولى خسرتها والثانيه خسرتها، الثالثه كان عندي اصرار وفزت. برافو برافو. وشجعني ابي وامي ومدير مدرستي والكوتش ورفقاتي. هاي الميدالية اللي انت لابسها هي اخر شيء اخذتها؟ فرجينا اياها على الكاميرا، ارفعها شوي، بس ارفعها شوي. طيب نحكي شوي عن التحدي اليوم بين هاي الاعمار المختلفة والفئات المختلفة من يعني شباب وبنات، قديش مهم هذا الشيء؟ هلا موضوع التحدي اول شيء خلينا نقول عن لعبة الكاراتيه، لعبة الكاراتيه اول شيء ما فيها اذى ابدا، يعني لعبتنا عبارة عن لعبة ذكاء، سرعة، لياقة، مرونة، إذا واحد بيلمس بهالأطفال بهالعمر هذا، إذا بيلمس لمس بياخذ فاول عنا نحن. حلو. طبعا نحن متشكر الأهالي كثير، متشكر الأهالي على اهتمامهم باللاعبين، ودائما يعني معزبينهم معنا نحن كمدربين، لأنه هن حابين يعني يشوفوا أولاد الأبطال. بالنسبة للعبتنا نحن بتنظم بين الدراسة واللعبة تبعنا، لأنه كثير العالم بتفكر الأهالي إنه والله ما بنلحق وبنلحق والقصص، بالعكس هي تفريغ طاقة، هي ذكاء، لعبتنا بدها ذكاء كثير. كوتش دائما السؤال إنه يمكن أي لعبة لازم الطفل يكون له مميزات أو شيء بيناسب هي اللعبة، إن كان بدنية أو حتى عقلية أو حتى فكرية. لعبة الكاراتيه للأطفال اللي حابين ينتسبوها، شو أكثر شيء ممكن أنتم حضرتكم تكونوا حابين يكون موجود بالطفل، تبنوا عليه لبنة أساسية لحتى نقول فعلا هذا الطفل رح يعمل إنجازات بالكبر؟ طبعا نحن البنيه الجسديه اكيد مهمه بلعبتنا، يعني يكون واحد اطرافه طويله، لياقه عنده عاليه، ما في اساوي، في طراوه بالجسم، هاي بنختارها او نحن بنحاول نصنعها من الصغر. في لاعبين فورا بيستجيبوا معنا، في لاعبين بياكلوا وقت ليستجيبوا معنا سنه سنتين ثلاثه بغض النظر عن، بس بالاخير التمارين فورا بتبين معنا نحن، واسلوب التدريب هو اللي بيصنع بطل. طيب في كثير اهالي بيعتبروا انه الكاراتيه وغيره مثلا الكونت فو وغيره من هاي الالعاب انه هي من الفنون القتاليه، انه انا اذا بدي اعلم ابني انه بده يصير عنده رغبه بانه هو يجرب هاي الفنون القتاليه خارج مثلا اوقات التدريب، انه هو صار بقى قوي وبطل. ونفس الشيء للصبايا يعني. هلا اول شيء قالته جميله انه انا مشان دافع عن نفسي، يعني مشان اتعلم كيف دافع عن نفسي. طيب قد ايه مهم انه نفرق بين الرياضه وبين شو ممكن يعملوا بالواقع، يعني هذا قد ايه انتم كمان بتشتغلوا عليه مع الاطفال؟ تمام. هلا هي قلت لك انا لعبه الكاراتيه بعيده كل البعد عن الاذى والاصابات، بالعكس هي لعبه احترام، نحن اول ما بيجينا الطفل بنعلمه على الاحترام، بنعلمه على انه ما ياذي حدا، انه اذا تعلم حركه ما يروح يخوض فيها ويضل يجربها على رفقاته حتى ما يصير في اذى، يصير يتقن هاللعبه هي، اكيد فيها كنترول، فيها سرعات، فيها مهاره غير الالعاب الثانيه العنيفه، هي ما في عندنا بدل العنف نحن. الاحترام، المحبة بين التمرين، يعني ما في عنا انه اللاعب يغلط، احترام المدرب، احترام بالبيت، احترام الطفل اللي قبله باللعبة، يعني نحن هي كمان كثير عنا مهمة. بنقدم على الأحزمة، أحزمة طبعا نحن عنا ببلش من حزام الأبيض، أصفر، برداني، أخضر، أزرق لحتى يصير أسود، فكل ما بتقدم درجة بيحترم الطفل، بيحترم الفئة اللي قبله. هلا في سؤال خطر لي، انه بعض الأطفال هن بطبعهم يمكن او بسبب ظروف ما ممكن يكون عندهم حاله من العنف، حاله من العناد، حاله من الصفات يمكن اللي ممكن احنا نعتبرها سلبيه، الكاراتيه لاي درجه ممكن يهذب النفس عند الطفل وبنفس الوقت يفرغ الطاقه اللي بعض الاطفال اللي عندهم فرط نشاط؟ اكيد لعبه الكاراتيه احنا بنشوف بتجينا هيك حالات، يعني لاعب كثير بضوج وبده يفرغ طاقته وينكشر فيه وكذا، فنحن بنوجه للطريق الصح، يعني منعلمه انه في احترام لرفيقك، اذا اذيت بتخسر، هو مره بيخسر مره بيربح، انه ليش خسرت انا؟ اذيت رفيقك، ما بصير هيك، بصير بفكر انه انا خلص بدي التزم بتعليمات الكوتش. تمام. تعليمات هاللعبه. طيب خالد احكي لنا شوي، شو احلى شيء تعلمته بهي اللعبه؟ انه دافع عن نفسي. هود
انه مثلا ادافع عن نفسي وكمان مثلا مثلا اساعد رفقاتي مثلا. كثير حلوه الفكره، برافو. جميله. حبيت انه اكون متميزه، انه اكون متميز كمان فوق الصبيان، يعني اكون احسن من الصبيان واحسن من كل العالم، ودافع وحبيت انه تخليني ادافع عن نفسي وهيك. برافو عليكي. اليوم كمان لما بنحكي فكره انه نحن ما فينا نقطع بوقت المدرسه التدريب، لانه بيصير في يمكن هو بين او فجوه بين وقت التدريب ووقت المدرسه وبين الصيفيه. قد ايه حرصتوا اليوم انه نحن يكون في استمرار لهذا التدريب مشان ما ينقطعوا الاطفال ويتراجعوا بدل ما يقدموا لقدام؟ تمام. هلا نحن اول شيء الصيفيه طبعا التمرين اوقات عم يكون يومي او اربع ايام بالاسبوع بنادي المحافظة او بغير انديه، يعني عرفت شلون. اوقات بالمنتخب الوطني تمرين يومي بيكون، وتمرين صبح ومساء بالنسبه في اعمار ناقص 14 وناقص 16 بنرفضهم للمنتخب الوطني. هلا وقت المدرسه بننظم لهم اوقاتهم نحن، اول ما تبلش مدرسه يعني اقل شيء يدرب يا تمرينين بالاسبوع يا ثلاث تمارين، واذا وقت الفحوصه مثلا بناخذ لهم يوم خميس نحن مشان يكون يوم ترفيهي، هو بيكون ضغط دراسه اخر شيء بيجي بيفرغ الطاقه تبعه، يعني انه خلص انا بدي ارتاح يوم خميس، عنده يومين عطله بعده بننظم له اياه. ويومين بالاسبوع يعني ما بتاثر على الولد على الطفل، ساعه ساعه ونص ما بتاثر، بالعكس بيصير بتشجع بيرجع. يعني تجربه عن انا ابني، يعني تجربه له بيجي بتشجع انه خلص انا بتخلص دراستي مشان اروح انا العب هالساعه الزمان فرغ طاقتي برجع بكمل دراستي. طيب كوتش خلينا نحكي شوي كمان اليوم عن الامكانيات. في كثير اوقات العاب ما بيقدروا يستمروا فيها الاطفال لانه بيكون بدها مستلزمات وقصص ثانيه مكلفه، ولكن شوي الكاراتيه اخف، يعني ما بده كل هالقد هالمصروف القوي، ما بده هالادوات مثل مثلا طابات بدها تتجدد او شيء بده يلبسه بده يغيره بشكل دائم. قد ايه كمان بتحرصوا على انه يكون في توفيق بين كل امور الطفل بكل الفئات وحتى خليني اقول مستويات كمان؟ تمام. هلا بالنسبه للامكانيات الماديه لعبتنا يعني ما لها مكلفه كثير، هي بدله وواقيات ايدين وواقيات رجلين فقط، يعني ما في شيء مكلف. لا ما لها مكلفه كثير ابدا. نحن بنحاول قد ما فينا كمدربين بهالوضع هي هذا حاليا ما نطلب شيء من الاهالي، يعني انه ضمن المستطاع امكانيات اللاعبين. وفي اهالي كثير بيتعاونوا معنا، يعني هي اكثر شغله، يعني نحن وقت نبلش بلعبه الكاراتيه بننشر المحبه، يعني هي احلى شغله بلعبه الكاراتيه. يعني بتصير رفقات بين الاهالي بين المدرب بين اللاعبين، بنعمل اسره اسمها اسره الكاراتيه السوريه، هي ما لها اسره يعني ما لها مثل اي لعبه عاديه. تمام. خالد اليوم حضرتك عم تلعب بالكاراتيه، لقدام شو حابب تكون؟ تستمر بهي اللعبه؟ في حلم خاص فيك؟ هلا انا بدي استمر في اللعبه وصير بطل عالم، وصير يعني بطل اسيا وعالم ان شاء الله ان شاء الله. وانت يا هود خبرنا. انا بدي اكمل بهاللعبه وبعدها اجيب بطوله اسيا وسافر اماكن جديده منشان العب فيها بطولات واخذ اوراق فيها. جميله. حابه تكملي كمان؟ انا حابه اكمل ونظم دراستي، حلمي بالدراسه وحلمي بالكاراتيه يصيروا معا. شو حلمك بالدراسه؟ اللي دراسه تصير مهندسه او دكتوره او معلمه، يعني شيء انه يكون فيه رياضيات بحب انا. ان شاء الله ان شاء الله موفقين. طيب كوتش قبل هيك ما يعني نوصل للختام، خلينا نحكي شوي شو التجهيزات هلا، شو البطولات الجديده اللي عم تشتغلوا عليها؟ هلا حاليا اتحاد الكاراتيه تقريبا عم يعمل بطولات ماشي بخطه واستراتيجيه معينه، عم يعمل بطولات تقريبا شبه شهريه، يعني كل شهر بيعمل بطولات لفئات معينه. نحن بنجهز، يعني لازم اللاعب يلعب تقريبا بالسنه يلعب له شيء ثلاث اربع بطولات عشان يضل عم يتمرن على مدى السنه. حاليا بلشنا بالموسم 24 ببطولات فئات العمريه الصغيره ناقص 8 10 12، الشهر الجاي عندنا بطولات ناقص 14 16 18 وزائد 18 وناقص 21، هي البطولات كثير حتكون قويه وبترفض المنتخبات الوطنيه حتى نحن نعمل معسكر
ونقي المميز، وان شاء الله نجيب انجازات خارجيه فيها. ان شاء الله نحن كمان متفائلين فيكم ومتفائلين بهدول الشباب الحلوين يعملوا بطولات كثير مهمه ويكون لهم اسم. كوتش، يعني شو بتحب توجه نصيحه للاهالي يلي ممكن لسه ما عرفوا الخطوه الاولى لحتى يكونوا اطفالهم عندهم موهبه او رياضه معينه يبدوا فيها ويعملوا انجازات ويكملوا؟ هلا انا اول شيء بوجه نصيحه للاهالي انه اي طفل يعني عبوا له فراغه، ما يكون مثلا قاعد بالبيت مجرد بس دراسه، نحن لازم نهتم فيه بالدراسه بدراسه دراسه، بيمل الطفل بالاخير. يعني اقل ما هنالك ساعه بالاسبوع او ساعتين بالاسبوع يروح يلعب رياضه، اكيد الكوتشات اللي باي لعبه بحب يدخلوا فيها بيشوف انه هذا موهبه اما لا. نحن بنكتشف الموهبه بنروح عند الاهالي بنقول لهم ابنك موهبة بتحب انه تكمل بهاللعبة، نحاول نحن نتبنى نسبه لنادي، نادي المحافظة نادي كتير راقي يعني بياخذ المواهب، وفي عنده مشروع اسمه مشروع بكرة إنا، بحاول ياخذ المواهب ويهتم فيها طبعا بتقرير من الكوتش، ونطلع فيه ان شاء الله بصير بطل على مثل خالد وهود ان شاء الله. قبل ما نختم هيك كمان بدنا كلمة منكم بنهاية هذا اللقاء، شو بتحب توجه لمين؟ بتحب توجه رسالة؟ شو بتحب تقول لرفقاتك لأهلك للكوتش؟ خلي يمارسوا هالرياضة ويهتموا بدراسته. تفضل هود. بشكر كل رفقاتي والكوتش، وبشكر مديري لأنه خلوني اتشجع عشان أخذ البطولة، وبشكر كمان أنا مدير المدرسة يلي تابع أنه الرياضة مع الدراسة. وبدي وجه رسالة لرفقاتي أنه فينكم تميزوا وتحطوا وقت أنه تنظموا وقت دراسة مع الكاراتيه أو الرياضة. بتلي أنا هلا أنا متفوقة بكل صفي، الأولى على صفي الحمد لله وأولى على الكاراتيه. برافو برافو عليكي. شكرا كثير لانكم اجيتوا اليوم وكنتوا معنا بهذا الصباح الحلو. شكرا لك كوتش على اهتمامك اول شيء، وانه كمان عرفتنا شوي قد ايه في عندنا مواهب فعلا مميزه. بدي اتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى كمان نستضيفكم بحلقات جايه يكون في انجازات كمان ثانيه وبطولات اكثر. شكرا لك كوتش. شكرا لوجودكم.